مرحبا، كيفكم؟ هي انا جد لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح يكون اسئله واجوبه، لانه الي جد زمان مش عملتها. اكتشفت هذا الاشي لما شفت اخر فيديو اسئله واجوبه، كنت حاطه تقويم وانا الي زمان شغلي التقويم، فقررت اني اجاوب على الاسئله واغطي اكبر عدد ممكن الاسئله، ممكن اني اجاوب عنها عن نفسي وعن اشياء ثانيه انتم بتطرحوا لي اياها. قبل ما بلش بالفيديو، اشتركوا بالقناه اذا انتم جداد، وكمان حطوا لايك للفيديو وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام وسناب شات، رح احط اسمي هون على الشاشه كمان تحت صندوق الوصف. بس هلا خلينا نبلش بالفيديو. اول سؤال هو بتسالني كيف صف عاشر، لانه انا هلا صرت صف عاشر، الصف اللي بنتفرع فيه علمي وادبي. بصراحه يعني زي اي صف، بس فيه هيك زي شده قويه شوي، بس يعني ان شاء الله بتروح. ثاني سؤال، لما تنامي بتلبسي جرابات او كل ساعات؟ شوف فيديو من فيديوهاتي حكيت انه انا مستحيل انام جرابات. في اشي بداية خاص انه روحوا، بس يروحوا برتاح وبنام. سو نو، اكيد لا. عمرك صمتي في رمضان بدون عذر؟ ليش الواحد لما يصوم رمضان بصوم بعذر يعني؟ ليش ما نترك المدرسة؟ إذا بدك تعرفي الجواب، ماما مجاوبتكم عليه بالفيديو تبع المقلب، احضريه، رح أترك اللينك تحت صندوق الوصف. شو نوع تليفونك؟ أنا تليفوني نوعه آيفون إكس إس ماكس، اللون تبعه هو الذهبي. شنو سبب الإضراب في الأردن؟ هلا أنا ما بعرف صراحة، يعني ما بعرف السبب الأصلي، فإنه هذا الإشي بتشوفوه بالمواقع رح أكتبه وبطلع لكم. مرة فكرتي إنك تغيري اسمك لما تكبري أو اسمك مش عاجبك؟ اسمي مو كتير سيء، يعني اسمي سارة موجود كتير في الأردن، يمكن تلاقوا إنه نص بنات الأردن اسمهم سارة، فالاسم مو كتير غريب ومو كتير إنه الناس رح تنصدم لما تسمعه، فإنه خلص يعني اسم عادي وأنا كتير حبيته وظابط علي، فسارة سارة. شو بتحضري مسلسلات؟ حاليا ما عم بحضر اي مسلسل، انا حسيته مو كتير حلوين، يعني مسلسلات الفترة الماضية كانت كتير احلى، اضافة الى انه انا خلص يعني ختمت كل المسلسلات التركية، فمش حاسة انه انا رح احضر مسلسل تركي، يمكن اجنبي او اسباني. ف شو اخر حلم حلمتي فيه؟ انا من النوع الناس اللي لما احلم شغلة بس اصحى بكون ناسيتها، يعني نادر ما يعلق حلم بدماغي، صح؟ حلم بدماغي. ايش تعرفي عن السودان؟ بس سؤال لله، ما في اشي والله، يعني اعطيكم المعلومات اللي بعرفها هلا اللي خطرت في بالي، انه السودان من دول الوطن العربي، دولة موجودة تحت مصر في قارة افريقيا، من جزء الوطن العربي الموجود في قارة افريقيا، شعبها بجنن، كثير طيبين، بعرف مها، يعني بحب السودان. انت ليه طالعة عنك اشاعة انك بتدخني؟ لا هو مش طالع عني اشاعة، انا اصلا مدخن. بمزح مش تصدقوا، انا مستحيل احب ريحه الدخان. لما انسان قدامي يكون بدخن انا بحاول ابعد عنه مسافه، لانه ريحه الدخان بتخنق، ما برتاح لها ابدا، ما بحب ريحه الدخان، ما بحب الدخان، بس ما بدخن لا يعني. ليه ما بتطولي اظافرك؟ بيكون حلو عليكي وبحبك، كانه لانه ممنوع عنا بالمدرسه. شو الرقم اللي بدك توصليه في اليوتيوب؟ شوفوا الواحد ما لازم يحكي في رقم بده يوصله باليوتيوب، يعني فما بصير انه مثلا انا بدي رقم معين وخلص اوقف عنده، لا، الارقام رح تزيد وانت رح تشتغل على حالك اكثر، رح توصل، فما في رقم معين بدي انه اوصله اوقف. عجبتك تركيا ولا لا؟ وبدك تزوريها مره ثانيه؟ اللي ما بيعرف انا كنت مسافره تركيا، وصراحة تركيا من أحلى الأماكن اللي رحت عليها يا جماعة، كثير بتجنن، شعبها لطيف، الأماكن، الجو، وكل إشي كان حرفياً بجنن. اللي ساعدني إنه أنا كثير بعرف أحكي تركي، وكمان إنه أخوي كان ماسك أمور الجي بي إس فما ضعنا أو تهنا. بس إذا أنتم حابين إنه تروحوا على تركيا، حاولوا تكون هدول الأشياء متوفرين عندكم، لأن الأتراك ما بيعترفوا بالإنجليزي، يعني بتقول له هلو ضل صافن فيك. مرحبا، بصير هيك نص نص وبصير يحكي معك، فلازم تكون تحكي انت اتليست شويه تركي عشان او تفهم عشان تقدر تدبر امورك في المكان اللي رايح عليه. ليش ما بتعملي مقالب؟ هلا انا اول شيء عملت مقلب واحد في القناه كان قبل فتره بماما بخصوص المدرسه وهيك، لانه اهلي او انا الناس اللي عايش حواليهم ما بيحبوا يطلعوا على اليوتيوب، سو ما عندي قدره اني اعمل كاميرا خفيه ويطلعوا عادي، يعني صعب كثير واحد يعمل مقالب والناس اللي حواليه ما بدها تطلع على اليوتيوب، فهمتوا كيف؟ بس انه مقالب الموبايلات كثير بحبها، وان شاء الله رح اعملكم مقلب موبايلات خطير الفتره الجايه.
اكتر ماركة بتحبيها؟ ناحية ماركة الاواعي اللي هي الثياب، انا كتير بحب بيرشيكا، بحس ستايلي يكون دائما موجود هناك، دائما بلاقي عنده الاشياء اللي بحبها، فبيرشيكا بالنسبة للاواعي. اما للميك اب وكلمة حق تقال بنفت للابد، مو لانه بس انا بعمل لهم اعلانات عندي على القناة، بس جد انا مجرب المنتجات، مجرب كل المنتجات وكل الاشياء، عمره ما طلع عندهم خلل او هيك شيء، انا بنفت بموت عليهم. طب مسلسل تركي عندك؟ حسب النوع، يعني اذا بده اكشن بحب كثير تشارديسوز تشكور. من ناحيه مسلسلات الدراما ازهار حزينه وكمان البدو الجزر. اما مسلسل رومانسي حب اعمى. شو بتعملي شعرك روتين يعني وهيك شغلات؟ ان شاء الله بعملكم فيديو عن موضوع شعري، بس جديد صرت استخدم فيتامينز فيتامينات للشعر وكثير فادوني، وقربت لعند تخلص لاقي بس فيها فيتامين واحد وكثير زاكي وكثير كيوت وكل شيء. السؤال اللي بعده، الشهرة مسؤولية؟ يس، الشهرة كتير مسؤولية. يكون معروف أو مشهور يعني عقولتكم عنده مسؤولية الأشخاص اللي بتابعوه، وأنتم ممكن تشوفوا إنه الفيديوهات اللي بنقدمها فيديوهات بسيطة ما فيها عبرة ما فيها فائدة ما فيها، بس في ناس تتأثر بأبسط الأشياء لما يصير الموضوع روتيني، يعني لما الواحد يتابع شخص على مدى بعيد بصير مع الوقت بتحسوه نفس صفاته، يعني نفس الأشياء اللي بيعملها هذا بيعملها ذاك، فهمتوا؟ بالنسبة لي كبنت عمرها 15 سنة تتحمل هالمسؤولية شيء كتير قوي، شيء جد جد حابة انك تحققيه قبل ما تخلص 2019. بالنسبة ليوتيوب كتير 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 حابة اوصل 2 مليون، جد هذا الشيء يعني حاطته في بالي وان شاء الله ان شاء الله بنوصله. فبشكل عام حابة اعمل اي شيء يخليني مبسوطة، يعني بدي اضلني مبسوطة ل 2019. لو اجتك الفرصة تقومي بعمل جنوني شو بتعملي؟ في كتير شغلة نفسي اعملها بس كمان يعني انا عندي الخوف للموضوع بس جعبالي اعملها، اللي هي سكاي دايفنج، انه انط من السماء بطيارة بعدين افتح الباراشوت وانزل. نفسي اعملها يا الله. هل فكرتي رح تعملي تيشيرت بتصميمك بالمستقبل؟ بحبك شيماء من الاردن بتمنى تردي علي. الاشي حطيته في بالي بس بده وقت للواحد يبلش يفكر يترجمه على الواقع، بس ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله. اذا بدك تكوني حيوان ليوم كامل شو راح تختاري؟ مع احتراماتي، ما خليتي فيها احتراماتتي انت. بس مع هيك راح اجاوب على السؤال، لو بدي اكون حيوان راح اكون عصفور لاني جعبالي اطير. من مشتقات العصفور يعني نسر، صقر، ما عنديش مشكله، حمامه، اي شيء بس انه اطير. تخصصك علمي او ادبي؟ انا لسه ما وصلت للمرحله اللي راح اختار فيها تخصصي، بس ان شاء الله علمي لاني انا ما بحب مواد الحفظ ابدا. متى اخر مره بكيتي فيها؟ اخر مره بكيت فيها صراحه مش بعيده، يعني يمكن امبارح. دايما دموع. عندك فوبيا من اشي؟ هذا ما بعرف اذا فوبيا ولا لا، بس ما بحب ابدا اني اشوف الاشياء اللي فيها موت، تعذيب، قتل، هذول الاشياء اللي بتصير بالواقع، يعني التمثيل انسوا موضوعه، بس لما الاشي يصير بالواقع سيتحبق. اكله مستحيل تاكليها؟ اتوقع السوشي، مو اتوقع لا انا متاكده من السوشي، يعني انا اوريدي الاكل المأكولات البحريه يعني مش كتير مفضله بالنسبه لي، حتى اني ما بحطها بتمي، بس السوشي تحديدا سمك ني نو. بتسوي فيديو كليب احبك؟ ما اتوقع، الفيديو كليب مش اشي بسيط، لانه لازم الواحد يكون محضر اغنيه حلوه، الصوت يكون حلو، كلمات تكون مرتبه، لها منطق، لها معنى، كتير اشياء، فانه صعب، فانا ما راح اسويه، انا عمري 15 سنه، خليني قاعده محلي. وبس والله هاي كانت نهاية فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم وحبيتوا، لا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا في قناتي اذا انتم مش مشتركين، وبس بحبكم كتير كتير كتير، ان شاء الله تشوفوني في الفيديو الجاي، باي باي.